زيكو، اشتري سان بلوك او واقي شمس عامل ازاي بالنسبة للبيبي؟ ايه الاختيارات؟ اولا الطفل امتى يتعرض للشمس وينزل البسين والكلام ده كله؟ مش قبل 6 شهور. ليه؟ لان انتوا هتتضايقوا مني لأول ما بقول الموضوع ده. قبل 6 شهور البيبي جلده رفيع لسه رقيق جدا، بيتأذي من أشعة الشمس المباشرة بالذات في وقت الظهيرة، أو لو اتعرض لها فترة طويلة، وبالذات من الأشعة فوق البنفسجية من أول اللسعات والاحمرار والالتهابات لغاية الأشعة فوق البنفسجية اللي بعد الشهر ممكن تكون في بعض الأحيان بتعمل سرطان للجلد. وطبعا ده غير الجفاف اللي بيتعرض له في الوقت الحر. فعلشان يحلوا المشكله دي، الجمعيه الامريكيه لطب الاطفال لقت انه اضرار التعرض للشمس في السن ده اكبر بكتير من فوائد التعرض للشمس، فقالوا ان تحت 6 شهور ممنوع الطفل يتعرض للشمس بصوره مباشره. مش انه انا مثلا طلعت في النهار في الجنينه، لا عادي، انما انا اقصد ان انا بتعرض للشمس مثلا على البحر او كده بصوره مباشره، وعلشان ما اضيعش الفوائد اللي كنت هاخدها من الشمس، حدي للطفل نقط فيتامين د، واظن كلنا بنديها لاولادنا كتعويض على ان هما ما بيتقابلوش من الشمس. بعد 6 شهور اوكي ان هو يتعرض للشمس، بس بمعايير. اولا ما يتعرضش لفتره طويله، يعني مثلا ربع ساعه نص ساعه بكتير ورجعي تاني في الضله. ثانيا يبقى حاطط واقي الشمس وبيتجدد كل ساعتين. ثالثا يبقى لابس شابوه او يبقى لابس مثلا طاقيه او غطا للراس. رابعا يبقى على قد ما تقدري مغطيه جلده، حتى هتلاقي بره كل المايوهات المستورده بكم للسن ده، مش هتلاقي حد بيلبس بيكيني ينزل الحاجات دي غيرنا. ده حاجه كمان. واخر حاجه هايدريت، يعني ادي الطفل ميه كتير 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 وسوائل طول ما هو متعرض للشمس. السان بلوك بتاع الاطفال يفرق ايه عن سان بلوك الكبار؟ ان هو مينرال بيست مش كيميكال بيست، يعني معتمد في التركيبه بتاعته على مواد زي الزنك او على ماده اسمها التيتانيوم، بدل ما يبقى معتمد على مواد كيميائيه، وده احسن لجلد الطفل. علشان كده صح ان انت تجيبي للطفل سان بلوك، ما تعتمديش على ان هو ياخد السان بلوك بتاعك. لو امكانياتك لا تسمح انك تجيبي ده وده، لانه حاليا بقى مبلغ وقدره، هاتي بتاع الاطفال واستخدمي انت منه، ما فيهاش حاجه. بتاع الكبار بس معمول كوزماتيكلي او كتجميل اعلى خلاص، انما انت لو استخدمتي بتاع الصغيرين عادي، ما فيهاش مشكله. اختاره ازاي؟ نمره واحد، تختاري واحد يكون مكتوب عليه واسع المجال. يعني ايه واسع المجال؟ يعني بيغطي نوعين الاشعه فوق البنفسجيه، UVA و UVB. تاني حاجه SPF. SPF يعني Sun Protection Factor. يعني ايه؟ يعني معامل الوقايه من الشمس. انا عايزه المعامل ده يكون فوق 50، وهو اغلب بتوع الاطفال فوق 50. وفي ناس هتقول لك لا هاتي احسن الفوق 95. لا، هو الاف دي اي نفسها بتقول ان دي مغالاه زياده في الوقايه، ما بتديش فرق كبير قوي في الصحه، فمش لازم تكلفي نفسك بال 95. جاجا ما جاش يبقى فوق ال50، انت ماشيه ايه زي الفل، انت زي الفل يا جيرمين. الحاجه اللي بعد كده مش لازم قوي يبقى مكتوب عليه ووتر بروف وساند بروف. الامهات بتشوف حاجه تكون مضاده للميه ومضاده للرمله. منظمه الغذاء والدواء نفسها بتقول لك مش شرط قوي ان هو يبقى مقاوم للميه ومقاوم للرمله، لان هو كده كده اصلا سواء مقاوم او غير مقاوم هتجدديه كل ساعتين، ولانه كده كده بيتاثر طبعا بالميه. بعد ما بننزل الميه اكيد بيتاثر، ولو لعبنا في الرمله ونزلنا جامد في الرمله كده كده بيتاثر. اللي تركزي فيه انه يكون مكتوب عليه بارابن فري وفراجرانس فري، يعني ما فيهوش روائح او مواد كيماويه تعمل حساسيه للطفل او تتعب مثلا صدره. اتاكدي ان ما فيهوش المواد اللي انا هكتب لك اساميها، الاوكسي بنزون. بصي كده في الانجريدينتس في المكونات ما يبقاش فيه اوكسي بنزون. لو هو فيه الهوموسيليت ما تبقاش اعلى من 6%، مع انه في اصناف مستورده وامريكاني كمان وبتلاقي فيها النسبه اعلى. دي مواد خطيره على الاطفال. الاوكتوكرايلين ما يزيدش عن 15%. حاجة كمان، وانت بتنقي اختاري تكستشر حلو، يعني مثلا ايه قوام الحاجة دي هتنفعك، يعني مثلا لوشن هتدهنيه بسهولة. في ناس بتحس ان السبراي مش عملي قوي، في ناس بتلاقيه بلية دوارة، فدهنه مع الطفل مع المساحات الكبيرة متبقاش مريحاكي، فدايما فكري في النقطة دي لانها هتفرق معاكي.
وخدي بالك من حاجة، لما تسمعي رأي الأمهات هيقولوا لك أصل أنا ابني قشر لما عمل لما استخدم النوع الفلاني، أو أنا ابني سمر لما استخدم النوع الفلاني. السن بلوك مش دوره إن هو يخليني مسمرش أو مقشرش، دي حاجة وراثية ليها علاقة بتعرضي للشمس في اللحظة الفلانية دي. يعني ممكن السنة اللي فاتت ما كنتش بقشر، السنة دي أقشر بمدة التعرض للشمس بنوع الأشعة اللي وصلتني، ملهاش علاقة. أمال هو دوره إيه السن بلوك؟ مش عشان مسمرش، السان بلوك دوره انه يمنع سرطانات الجلد والاشعه الضاره اللي بتاذي الولاد، وطبعا الالتهابات والاحمرار والكلام ده كله، ده دور السان بلوك. انما لو طفل سمر او قشر ده مش معناه ان النوع وحش. آه انا عارفه الكلام ده مش عاجب الناس، بس دي الحقيقه. طيب ايه الانواع اللي موجوده في السوق؟ بصي انا هقول لك على حسب السعر، يعني الحاجات الاقتصاديه اكتر اللي هتلاقي الامهات بتشكر فيها، ايفا بيبي ولونا بيبي، لازم هيكون بيبي لان في منه للكبار، وبعدين تطلعي شويه بالسعر للنيفيا وبرده بتاع الاطفال، السيباميد، بنانا بوت، في نوع كده اسمه بنانا بوت، في بعض الستات بتشكر فيه، بعض الامهات بتبقى بتشكر فيه فعلا. وزي ما اتفقنا الفيصل الاساسي وانت بتختاري ما بين الانواع دي هي ايه؟ المكونات والحاجات اللي انا قلتها لك. لو قادره تجيبي الحاجات دي بارخص الاسعار هاتيها. طيب لما اطلع في السعر شويه، في حاجات تانية في السوق حلوة زي مثلا ماستيلا وسانوسين، على فكرة عامل منتج سان بلوك لاروش طبعا مشهور، بايوديرما اللي بتعمل اشهر سان بلوك للكبار برضو بتعمل للاطفال، في نوع اسمه افان امريكي برضو موجود. عايزة رأيي انا كأم، هاتي الارخص طالما اس بي اف 50 وبرود سبيكترم يعني واسع المجال وقوامه عاجبك، هات الارخص، مش لازم تستثمري كتير قوي، لانه في الاخر ايه الطفل كله مساحته صغيره، هتلاقي السن بلوك عاش معاكي 4 سنين لانك بتطلعي مصيف 10 ايام، فهيعيش معاكي كتير قوي لغايه ما اكسباير، فهات الارخص طالما متوفر فيه الحاجات دي. وكده كده اللي يهمني انك تجدديه كتير، مش ان انت تشتري واحد غالي فيبقى صعبان عليك ان انت كل شويه تجدديه، هات الرخيص وجدديه كل ساعة ونص ساعتين، طالما طبعا ايه انا مش بقول رخيص انه سيء، انه متوفر فيه الظروف او الكرايتيريا اللي احنا قلناها. وكل سنة وانتم طيبين.